أدعو فخامة الرئيس إبراهيم رئيسي رئيس جمهورية الجمهورية الإسلامية الإيرانية لإلقاء كلمته فليتفضل. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين وصحبه المنتجبين. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. سلام بر السلام على القدس الشريف. سلام بر السلام على الغزاء وعلى أطفاله. سلام بر السلام على فلسطين والدماء التي سفكت ظلما. سلام السلام على المقاومة الفلسطينية العزيزة في فلسطين ولبنان. اليوم فلسطين هذا المفتاح والمعيار للكرامة الإسلامية والإنسانية. السيد الرئيس، في البداية يسرني أن أتوجه بشكري للسعودية لاستضافته لهذا الاجتماع، الاجتماع الرابع عشر، الاجتماع الهام والمشترك لمنظمة الدول العربية في مثل هذه الظروف الحاسمة من التوترات في المنطقة. اليوم وفي هذا الاجتماع الطارع نحن اجتمعنا حتى نتحدث عن الموضوع الرئيسي في العالم الإسلامي، القضية الفلسطينية، والتي هو أسوأ جرائم التي شهدها التاريخ، والغزة البطولة، وأيضا أن نشهد قرارا تاريخيا وحاسما ونتخذ هذا القرار. المشاكل العالم الإسلامي كافة يمكننا في ضوء الوحدة يمكننا أن نعالجها، الاعتماد على الله والقدرته التي لا تزول، وأيضا الاعتماد على قدرات العالم الإسلامي هو السبيل الوحيد لإنقاذ الأمة الإسلامية، ولا الاعتماد على القوة السلطوية. وهذه المنظمة من شأنها أن تلعب دورا صحيحا حتى يجسد مشهدا من مشاهد الوحدة والانسجام. الدولة الجمهورية الإسلامية الإيرانية أدرك هذه الحقيقة، سياسة الجوار، فتبنى سياسة الجوار والاتحاد وفتح حضن الوداد والصداقة لجميع الدول الإسلامية. اليوم نحن نيابة عن أمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اجتمعنا حتى نهب لنجدة الشعب الفلسطيني الذي يخرج من حناجر المسلمين حتى نرد عليها. اليوم رسول الله صلى الله عليه ينعى لما يشهد في فلسطين. عزيز عليهم وعنتهم، حريص عليكم بالمؤمنين، رؤوف رحيم. اليوم النبي الإسلام العزيز ماذا ينتظر من الأمة الإسلامية، وماذا يتوقع، ماذا يتوقع من الأمة الإسلامية وقادة الدول؟ يا إخوتي في الدين، اليوم هو يوم العمل، اليوم هو يوم تاريخي في الدفاع والدعم البطولي لمسجد الأقصى. اليوم هو يوم الصراع الحق ضد الباطل. اليوم كيان الصهيوني الزائف هو فرعون العصر والزمان، وهو يجسد ويمثل الإفساد في الأرض كما ويسفك دماء الأبرياء. التظاهرات المليونية في كافة أنحاء العالم يمثل أن قضية الدفاع وحماية الفلسطين هو يكمن في قلوب الشعوب. اليوم هو يوم انتصار الدم على السيف، وما يعني شهدناه خلال الخمسة أسابيع الماضية في غزة وقطاع غزة جسد البشاعة التاريخية للأخلاق والقانون والإنسانية
الغزة الملهوفة ولكن البطولة الغزة الدموية ولكن العزيزة التي خلال عقدين الماضيين وذلك بسبب الحصار الذي تعرض له عرف أكبر سجن في العالم وأن القلعة وأنه حطم قلعة الفراعنة وهو يتصدى وأيديه فارغة وتعلق بإذن الله والله مع الصابرين. ولكن الكيان الصهيوني انتهك القواعد الحقوق الدولية استهدف وهجم هجوما شاملا على قطاع غزة. القصف مشاهد القصف والاستهداف العشوائية واستخدام القنابل الضوئية المحظورة لإثارة وحتى الآن قتل 11,000 من المدنيين الأبرياء كما وأنه هناك ما زال ما يزيد من 3,000 شخص هم ما زالوا تحت الأنقاض. معظم ضحايا الهجوم الإسرائيلي هم النساء والأطفال الأبرياء وقتل طواقم الإسعاف والطواقم الطبية والمراسلين وقصف المستشفيات هو جانب آخر من هذه الجرائم البشعة. والأسوأ من ذلك أن العدد الذين لا يصل إليهم الأدوية وتفشي الأمراض الناجم عن الحصار الذي فرضه الكيان الصهيوني من يعني فقدوا أرواحهم نتيجة لذلك. هؤلاء هم أبناؤنا وعوائلنا ويجب أن نكون مسؤولا أمام الله تعالى حقيقة ما هي جريمة هؤلاء الأطفال. اليوم ما قصة غزة هو صراع محورين، هو المحور الكرامة والنبل أمام محور الشرارة. اليوم يجب على الجميع أن يحددوا ما هو الصف الذي وقفوا فيه، هل هم واقفون في صفوف كأنهم بنيان مرصوص أو وقفوا في صفوف ألد خصام، ومن يعني يحطمون الجيل الإنساني. القادة المحترمين للدول الإسلامية، لا شك أن الولايات المتحدة الأمريكية هي التي أمرت وهي شريكة الرئيسية في هذه الجرائم. الإسرائيل هو ولد غير شرعي لأمريكا. الأمريكا هي التي تفضل هذه الكيان الصهيوني على حياة آلاف من الأطفال المظلومين. الولايات المتحدة الأمريكية أحدثت ويعني شجعت الكيان الصهيوني على القيام بهذه الأعمال المجرمة ومعتبرا إياه بالدفاع المشروع. والكيان الصهيوني الذي ما زال هو يقوم بقتل وقصف الفلسطينيين وهذا لا يطابق مع القواعد الدولية وبالتزامن الأسطول الحربي الأمريكي أرسل إلى المنطقة وبذلك الولايات المتحدة الأمريكية فعليا دخلت الحرب لصالح إسرائيل. الدعم الشامل للكيان الصهيوني في مجلس الأمن لمنظمة الأمم المتحدة ومنع المصادقة على قرار الذي كان يمنع قتل الفلسطينيين، لكن الأمريكيين أفسح المجال لهم لمزيد من القتل والسفك. الخطوة الأمريكية الأخرى هو تصليح والدعم الكيان الصهيوني وذلك عبر أنواع المختلفة من الأسلحة القاتلة الفاتكة وملء مخزون التسليح لإسرائيل وأيضا تمويلها بمليارات من الدولارات وماكينة الحرب للكيان الصهيوني وأيضا وقودها هو الذي يمول
يمولها ويوفرها الأمريكا إرسال الشحنات الكبيرة من السلاح التي ترسل إلى إسرائيل يوميا والعدو الصهيوني حتى الغاية ما يعادل 7 قنابل ذرية أنزلتها على رؤوس سكان غزة. هذه الجريمة تعني المشاركة في القيام بهذه الجريمة ويجب المعاقبة ومتابعة عليها في المنظمات الدولية. والأسوأ الدور هو الدور الأمريكي والمفاسد كلها تكمن في أمريكا. قتل الملايين من الأناس في العالم بما فيها أفغانستان والعراق وسوريا وغيرها من البلدان الإسلامية هي التي تقوم بها أمريكا. أمريكا عبر شغل العالم بالصفقات وأيضا إفشال مفعول جميع المنظمات الدولية هي التي أججت النار في هذه المعركة. أيتها الدول الموقرة الإسلامية اليوم وأيضا ستار التغرير والتزوير ذهبت جانبا والإسرائيلي الظالم هو الذي يكرهها العالم والعالم يعني بدا له واضحا أن قيام هذا الكيان السفاك القاتل في العالم الإسلامي لا يهدف إلا سيطرة الدول المستبدة على المنطقة. ولكن ماذا علينا أن نفعل حاليا؟ الذي نرى أن المنظمات الدولية وهي تحت سيطرة أمريكا أفشلت وفقدت مفعولها ولا قرار لها ولا فعل لها. يجب علينا أن نسيطر على كما في البداية في حوار مع قادة الدول الإسلامية كتو أنه يجب إقامة هذا الاجتماع بشكل طارئ. ليته كان يقام هذا الاجتماع قبل الشهر ولكن هذا الاجتماع تم إقامته بالتأخير. وأتمنى أن يصفر هذا الاجتماع عن إصدار قرار لصالح الشعب الفلسطيني. الخطوة الأولى هو وقف إطلاق النار ووقف قتل المدنيين في غزة وأيضا إنهاء الهجوم العشوائي على المدنيين. يجب علينا أن نسمح بالكيان الصهيوني ومن يدعمونها وذلك عبر طرح المدلولات المضللة كوقف الإنساني حتى يسفك دماء الكثير من الأبرياء. يجب علينا أن نستخدم كافة الآليات والأساليب حتى نرغم أمريكا والعدو الصهيوني لإنهاء وتفعيل ماكينة القتل. نحن الدول الإسلامية علينا أن ندرك أن المقاومة شعب غزة وقطاع غزة لو لم تكن هذه هي المقاومة أمام الانتهاكات والتوسعية الصهيونية ولو لم تكن المقاومة في لبنان أمام هذا الاحتلال والانتهاك اليوم نحن يعني كنا نشهد أن الدول العربية والإسلامية كانت تواجه حربا مع الصهاينة. الثانية الرفع الشامل للحصار الإنساني لغزة وفتح العاجل دون أي قيود وشروط لممر رفح الحدودي وأيضا عبر التعاون مع أشقائنا المصريين لإيصال المساعدات وإدخال المساعدات والأدوية إلى غزة وإرسال المساعدات البشرية. يجب أن نتفق عليه يتفق عليه قادة الدول الإسلامية المواقرين ويجب علينا لتنفيذ هذا أن يعني نشكل وفدا تنفيذيا وإرسال هذه المساعدات بشكل ضئيل لا فائدة له. يجب علينا أن نفتح الممرات الإنسانية كما وأن الفرض الضغوط. الثالث هو أن نطالب بالخروج العاجل العسكري للكيان الصهيوني من غزة. الأرض والحكومة في غزة يعود إلى الفلسطينيين كما كان وما زال هو من حق الفلسطينيين ولهم من
يعني وظفتهم أمريكا والصهيونة. هنا أرى من واجبي أن جميع الدول بما فيها الدول الإسلامية حتى يتمكنوا ويتشاركوا في توفير الأمن في المناطق المحتلة. يجب عليهم أن تحذروا. الرابع هو قطع أي العلاقات السياسية والاقتصادية مع الكيان الصهيوني من قبل الدول الإسلامية. وفي هذا الصدد هو مقاطعة تجارية للكيان الصهيوني وبالتحديد وخاصة في على صعيد الطاقة يجب أن تكون في الأولوية، كما ويجب علينا أن ندعم الحركات الشعبية لمقاطعة البضائع الإسرائيلية. الخامس، الدول الإسلامية يجب عليها أن يتعرف على الجيش الاحتلال بصفتها منظمة إرهابية. الثالث هو أن نحدث ونشكل محكمة دولية لمحاكمة ومعاقبة قادة الصهاينة المجرمين والأمريكيين الذين هم شاركوا في القتل الجماعي. وأيضا علينا أن نحدث صندوقا خاصا لإعادة إعمار العاجل إلى غزة، وأيضا إيفاد قافلات التي تحمل المساعدات الإنسانية لشعب الفلسطيني وهو من مختلف الدول وخاصة الدول الإسلامية. تسمية يوم ليوم الجرائم الصهيونية وقصف مستشفى المعمداني بصفته يوما لجريمة ضد الحرب. والخطوة العاشرة أنه إذا استمر الكيان الصهيوني في جرائمها في هذه الحرب غير متكافئة، يجب على الدول الإسلامية أن تسلح الشعب الفلسطيني حتى يدعم بذلك الشعب الفلسطيني. هذه هي حلول عاجلة وقصيرة المدى، ولكن الحل المستدام هو ما أكد عليه سماحة آيت الله خامنئي حفظ الله القائد الفذ والرشيد للجمهورية الإسلامية الإيرانية الذي أكد عليه وتم تسجيله في منظمة الأمم المتحدة، وهو إقامة الدولة الفلسطينية من بحر إلى النهر، وذلك على المبادئ الديمقراطية حتى أن يكون لكل فلسطيني صوت واحد مسلما أو مسيحيا، وكل مسلم يدعم هذا الحل. قادة الدول الإسلامية خلال 70 عاما الماضية شهدنا كثيرا من الوصفات ولكنها لم تفيد سوى الخداع. الكيان الصهيوني في ظل هذه الخداعات قام بتهجير الفلسطينيين الأبرياء من أرضهم وأوطانهم، وقام باستيطان، كما وأنها أسكن ووطن قوة عسكرية محتلة في أوطانهم. الجمهورية الإسلامية الإيرانية في البداية أعلن أن الكيان الصهيوني هو المحتل وغير شرعي. عليكم أن تهتموا بأن مرور الوقت لا يفيد الشرعية ولا المالكية، وإن يمر 75 سنة وإن الكيان الصهيوني هو الذي يقوم بالتمييز العنصري، يجب علينا أن نطرد هذا الكيان. يجب على هذا الكيان أن يعوض، وفي المقابل يجب علينا أن نتصدي، وهذا التصدي هو دفاع شرعي ومقدس. والحل الوحيد هو المقاومة، وذلك لعقود. والمقاومة الذي شهدناه خلال 35 يوما هو تحطيم الرقم القياسي، والتجربة تمثل أنه لا حل لنا لطرد الاحتلال. لذلك يجب علينا أن نقبل أيدي وأذرع المقاومة والحماس، كما ويجب علينا أن نسلم ونصلي
ونحيي الشعب غزة المقاوم. يجب علي أن أؤكد أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعترف المقاومة في غزة، وتهجير القسري يراها إيران هو استمرار في جريمة الحرب، وحماية مسجد الأقصى والأماكن المقدسة تراها إيران هو ضرورة جادة وحاسمة. وما نؤكد عليها خلال السنوات يمكننا أن نسمعها في النداءات التي يطلقها قادة الدول الأوروبية. يجب علي وأريد من الدول التي دعمت غزة، يجب علي أن أتقدم إليه بأطيب عبارات الشكر. اليوم جرائم التي نشهدها أيقظ الجميع. اليوم يجب علينا أن نقف إلى جانب هذا ما نشهده اليوم في غزة. يجب علينا أن نثير اهتمامهم إلى قضية أخرى، وهو الإسرائيلي الذرية، وهو الكيان الوحيد الذي في العالم يرى الإنسان. ورغم الخطط التوسعية النووية والكيميائية التي لا تشرف عليها أي هيئات دولية، وهو على مرأى ومسمع العالم يقوم يهددهم ويتوعدهم باستهدافهم بالقنبلة النووية. ما هي الخسائر والتهديدات التي يجب أن نراها ونشهدها حتى نستهدف المقاومة التي حققت اليوم مكاسب كبيرة لفلسطين؟ هي ناتجة عن يقظة وصحوة الدول الإسلامية وتجربة التي تمتد إلى 75 عاما من السيطرة لدول الاستكبار التي دعمت الكيان الصهيوني. أخوتي الأعزاء وأخواتي، الشعوب المسلمة هم يعني يعتبرون ذلك مخزيا لهم عندما يرون أن دماء أخواتهم تسفك في غزة، والدول تمول الوقود لماكينة الحرب الإسرائيلية. اليوم دماء العالم الإسلامي غلى في عرقه، علينا على الجميع أن يعلم هم معرضون للامتحان الإلهي. لو لم يتمكن الاجتماع قادة الدول أن يسفر عن خطوة، فيعود خيبة أملهم للدفاع عن الفلسطين، لأنهم من لذلك يمكن أن يعني تقوم بأنفسهم. قادة الدول، السيد الرئيس، دعوني أن أختتم كلامي بعدة تحيات. السلام على أطفال غزة وشهيد في غزة. السلام على الأطفال الذين يتلون القرآن إلى جانب الدمار في غزة، وهم يتلون القرآن ويلجؤون إلى، وأيضا التحيات والسلام على الأطفال الذين يرتعدون من الظلم. تحياتي وسلامي لأبنائي في غزة، سلامي لكم الذين اليوم وذلك من خلال تصديكم وصمودكم تصديتم لأكثر جيوش العالم تسليحا، وسلام عليكم الذين صورتم ومثلتم بأيديكم الصغيرة وأبدانكم الهزيلة الوحشية الكيان الصهيوني، وأيضا وجوهكم الملطخة بالدم وأبدانكم المقطعة والعظامكم المحطمة تحت القنابل الأمريكية تصرخ بأننا واقفون صامدون. لا شك المستقبل هو للمقاومة، وأنتم هم الأبطال الحقيقيون، هم أبناء المقاومة. نحن لا نخذلكم ونترككم وحيد. الفلسطين هو بالتأكيد ينتصر، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا.
القدس لنا والنصر لنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.